بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، والنهاردة معادنا مع شخصية كتابية جديدة اسمه يفتاح الجلعادي. احنا شفنا سفر القضاة له كده يعني شكل محدد، الشعب اليهودي العنيد اللي بيرجع للوثنية والإباحية واللي ربنا بيرفع إيده عنه، فتبتدي المشاكل والبهدلة والعبودية لغاية ما يصرخ، فربنا يبعت له شخص يخلصه. الشخصيات اللي بتيجي ما هياش شخصيات كاملة النضج روحيا أو شخصيات يعني مثالية، إنما كتير من القضاة يجمعون فضائل ورذائل في نفس الوقت، أو يعني عندهم حاجات حلوة لكن ليهم ضعفات واضحة. وشفنا جدعون على قد ما ابتدى حياته حلو، في آخر حياته في أخطاء كبيرة كلفت اللي بعده كتير قوي. تعال نشوف يفتاح الجلعادي ايه حكايته. في قضاء 11 يقول: كان يفتاح الجلعادي جبار بأس، وهو ابن امرأة زانية، وجلعاد ولد يفتاح، يعني جده جلعاد وصل في الاخر لانه بقى عنده واحد اسمه يفتاح. ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين، فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتاح وقالوا له: لا ترث في بيت أبينا لأنك أنت ابن امرأة أخرى. نفس السيناريو أو الحكاية اللي كانت بتاعت أبي مالك. أبي مالك مامته ما كانتش يعني زوجة شرعية، وبالتالي كان في عداء مع أخواته وكانت مشكلة. فهرب يفتاح من وجه إخواته وأقام في أرض طوب، فاجتمع إلى يفتاح رجال بطلون وكانوا يخرجون معه. برضو ده عمل له أصابع يتكسبوا غير بالطريقة دي. وكان بعد أيام أن بني عمون حاربوا إسرائيل. ولما حارب بنو عمون إسرائيل، ذهب شيوخ جلعاد ليأتوا بيفتاح من أرض طوب. بنو عمون دول ينتسبوا إلى لوط جدهم زمان، وناس أغلبهم عايشين في الخطية والوثنية والعنف وناس صعبين قوي، ودايما كانوا على عداء مع شعب الله. اجتمعوا المرة دي ضد إسرائيل، وطبعا عددهم أكبر كتير قوي من شعب إسرائيل، وشعب إسرائيل ممزق بين الحروبات الكتير اللي قبل كده، فما فيش قوة ولا طاقة عسكرية. وقالوا ليفتاح، دول بقى اتجمعوا شيوخ جلعاد، قالوا ليفتاح: تعال وكن لنا قائدا فنحارب بني عمون. فقال يفتاح لشيوخ جلعاد: أما أبغضتموني أنتم وطردتموني من بيت أبي؟ وهم شيوخ جلعاد دول اللي زمان قالوا له: مش أنت يعني مش تبعنا، أنت يعني لا تنتسب إلينا نسب مشرف، واحتقروه. تفكرنا بالنبوة اللي بتقول: الحجر الذي احتقره البناؤون صار رأسا للذاوية. ربنا يسوع له المجد ما عجبش اليهود في زمنه، إنما هو مخلصنا الصالح وإلهنا كلنا. لماذا أتيتم إلي الآن إذ تضايقتم؟ فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: لذلك قد رجعنا الآن إليك لتذهب معنا وتحارب بني عمون وتكون لنا رأسا لكل سكان جلعاد. يعني بلاش بقى نبص ورا، خلينا في اللي جاي وسامحنا وإيه واطلع معانا نحارب. طبعا هما باصين أنه جبار بأس، وإن اللي معاه ناس حرب أقوية، فكانوا زمان يعني مش بيحبوهم، دلوقتي مضطرين يستعينوا بهم. قال يفتح لشيوخ جلعاد: إذا أرجعتموني لم دفعهم الرب أمامي فأنا أكون لكم رأسا. لو أنا حاربت بني عمون وانتصرت أبقى رئيسكم بعد كده. تلاحظوا برضو التركيز على السلطة كان موجود في أغلب الناس دول. فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: الرب يكون سامعا بيننا إن كنا لا نفعل هكذا حسب كلامك. يعني ماشي، تبقى الملك بتاعنا. فذهب يفتح مع شيوخ جلعاد وجعله الشعب عليهم رأسا وقائدا، فتكلم يفتح بجميع كلامه أمام الرب في المصفى. يعني اتفقوا اتفاق معلن كده قدام كل جمهور الشعب أنه لو يفتح قاد الجيش وانتصر هيرجع يبقى قاضي أو رئيس على شعب إسرائيل. فأرسل يفتح رسلا إلى ملك بني عمون. في الأول يفتح قال إيه: مفيش داعي نبتدي بحرب، احنا نحاول نعمل رسالة سلام وصلح بيننا وبين بني عمون وخلاص، واوصل ان انا اتريس عليهم من غير حرب.
ما لي ولك أنك أتيت إلي للمحاربة في أرضي؟ بيبعت لملك بني عمون بيقول له أنت جاي تحاربني في أرضي ليه؟ فقال ملك بني عمون لرسل يفتاح: لأن إسرائيل قد أخذ أرضي عند صعوده من مصر من أرنون إلى اليابوق وإلى الأردن، فالآن ردها بالسلام. بني عمون يعني بيتلككوا، فبيقولوا له: وانتم معدين زمان وقت موسى جوه سينا وبعد كده يشوع خدتوا أرضنا. الحقيقة الكلام ده مش مظبوط، هم وقت موسى عدوا على أرض بني عمون وحودوا من جنبها لكن ما خدوهاش، لأن ربنا قال لهم إيه؟ ما تاخدوش أراضي أنا مش هبقول لكم تاخدوها، ما تاخدوش غير في كنعان لما توصلوا بس، إنما عدوا من على الجنب وما تحاربوش الناس وخلاص. فهنا بني عمون بيقولوا له: لا، أنت اللي خدت أرضنا ردها بسلام. وعاد أيضا يفتح وأرسل رسلا إلى ملك بني عمون وقال له: هكذا يقول يفتح: لم يأخذ إسرائيل أرض مؤاب ولا أرض بني عمون. ما حصلش الكلام ده، ما حصلش، لأنه عند صعود إسرائيل من مصر صار في القفر إلى بحر سوف وأتى إلى قادس. يعني هيبتدي بقى يفتح يحكي لهم حكاية عبور البحر وقصة شعب إسرائيل في سيناء عشان يقول لهم ما حصلش اللي بتقولوه، ما خدناش أرضكم. وأرسل إسرائيل رسلا إلى ملك أدوم قائلا: دعني أعبر في أرضك. فلم يسمع ملك أدوم، فأرسل إلى ملك مؤاب فلم يرضى، فأقام إسرائيل في قادش. يعني لا دخلنا على أدوم ولا على مؤاب في الوقت ده، وصار في الفرور ودار بأرض أدوم وأرض مؤاب، ونزل في عبر أرنون ولم يأتوا إلى تخم مؤاب لأن أرنون تخم مؤاب. يعني هو بيحكي له بالظبط الخريطة والخطة والمسار اللي مشي فيه الشعب عشان يثبت له انه ما خدناش ارض حد جوه سينا، ما خدناش ارض حد، ده هم الأموريين بس في اخر القصة طلعوا علينا يحاربونا حاربنا، والعماليق في اول القصة طلعوا علينا يحاربونا حاربناه، انما احنا ما حاربناش حد وطلعنا حد من بلده او من ارضه في سينا. ثم أرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين ملك حشبون وقال له: إسرائيل دعني أعبر في أرضك إلى مكانك. لازم يعدوا من منطقة كده تحت الأموريين، فقعدوا يقولوا لهم إيه؟ طب سيبونا نعدي ومش هنعمل حاجة. ولم يأمن سيحون لإسرائيل أن يعبر في تخمي، بل جمع سيحون كل شعبه ونزلوا في ياهس وحرب إسرائيل. هم اللي حاربوا، ابتدوا الأموريين يحاربوا إسرائيل. ده بيحكي قصص موسى زمان. يد إسرائيل فضربوهم، وامتلك إسرائيل كل أرض الأموريين سكان تلك الأرض، فامتلكوا كل تخوم الأموريين من أرنون إلى اليابوق ومن القفر إلى الأردن. والآن الرب إله إسرائيل قد طرد الأموريين من أمام شعب إسرائيل، أفأنت تمتلكه؟ الأموريين هم اللي كانوا خدوا الأرض زمان من العمونيين من بني عمون، والأموريين هم اللي حاربوا إسرائيل واعتادوا عليها، فإسرائيل رد وخد الأرض دي. دلوقتي بني عمون بيقولوا لهم أنتوا خدتوا أرضنا، مش هم اللي خدوا أرضهم. وفي نفس الوقت دي عليها كتير قوي، فده تلكيك كده يعني من بني عمون عشان يعملوا مشكلة. وبعدين يفتح يبعت رسالة يقول لهم إيه؟ الآن الرب إله إسرائيل قد طرد الأموريين من أمام شعب إسرائيل، أفأنت تمتلكه؟ يعني ربنا اللي عمل كده، انت بقى هتفرض كلامك على ربنا؟ كاموش الهك تمتلك؟ كلمه بلغته، وقال له: مش ربنا بتاعك لما بيقول لك حاجه بتعملها؟ وجميع الذين طردهم الرب الهنا من امامنا فاياهم نمتلك. والان فهل انت خير من بالاق ابن صفور ملك مؤاب؟ فاكرين حكايه بالاق؟ بالاق ده في اخر رحله موسى في البريه، ملك مؤاب لما حسس ان موسى ده ما بيتغلبش، الشعب اللي وراه ما بيتغلبش، بلاق ملك مؤاب تحايل على الموضوع وجاب بلعام ابن بعور عشان يلعن الشعب. ولما بلعام ما قدرش يلعن، اشار على بلاق مشورة ردية انه يدخل الوثنيات وسط الشعب اليهودي ويفسد الشعب اليهودي عشان ربنا يغضب عليه. وانتهى بلاق نهاية وحشة في الاخر وبلعام معاه. فهنا يفتح بعد سنين طويلة بقى دفعت على الكلام ده كتير، لأن في يشوع بعد كده وفي قضاء، لكن قبل يفتح
ابن صفور ملك مؤاب، فهل خاصم اسرائيل او حاربهم محاربه؟ يعني ده ما قدرش علينا، ده خاف يحاربنا وكان ملك قوي. حين اقام اسرائيل في حجبون وقراها وعروعير وقراها وكل المدن التي على جانب ارنون 300 سنه، لماذا لم تستردها في تلك المده؟ قال له انت جاي بعد 300 سنه تقول دي الارض بتاعتي، ما طلبتهاش من الاموريين اللي قبلنا ليه، ومن ملك مؤاب ليه، جاي تطلبها مننا احنا؟ أنا لم أخطئ إليك. يفتح بقى كممثل عن الشعب اليهودي بيقول لبني عمون أنا ما غلطتش في حقك وأنا ما خدتش أرضك. وأما أنت فإنك تفعل بي شرا بمحاربتي. ليقضي الرب القاضي اليوم بين بني إسرائيل وبني عمون. هنا يفتح تصرف بحكمة. إلى نصابها، نرجع كل شيء إلى أصله عشان يبان الحق فين. فهنا رجع للتاريخ بدقة وتتبع مسار الأحداث وقال له لا، أنت مالكش حق، كان لك حق كان عند الأموريين أو المؤابيين، ما تجيش تطلبه مننا إحنا دلوقتي بعد السنين دي كلها. وبعدين أنت النهاردة جاي تعاديني بدون داعي، إحنا مستقرين بقالنا سنين على كده، فانت عاوز تعمل حرب خلاص هنحارب، لكن انت طلبك مش في محله. عاوز تاخد الاراضي دي؟ لا مش هنديك الاراضي بتاعتنا. انا لم اخطئ اليك، يفتح بيتكلم بلسان شعبه. انت تفعل شرا بمحاربتي. ساعتها بقى ربنا هو القاضي، الحق حق وربنا قاضي عادل، اذا هيحكم للطرف المظلوم او الطرف اللي بيدافع عن حقه مش اللي بياخد حق غيره. ليحكم الرب بيني وبين بني اسرائيل وبني عمون، فلم يسمع ملك بني عمون لكلام يفتاح الذي ارسل اليه. في ناس تحبش الحق وتحب تاخد حق غيرها وتدعي ادعاءات باطله عشان تمتلك حق لا ليس من حقها. هنا مش غلط ان الواحد يدافع عن حقه وما يخجلش وما يخافش، انما يعني الافضل محاوله صنع السلام والصلح بدون حرب. لكن هنا زي ما نشوف بني عمون أصروا على الحرب، متصورين أن عددهم أكتر كتير قوي من شعب إسرائيل، ونسيوا بقى أن ده الشعب الذي لم يكن يقهر طول ما كان ربنا معه. فكان روح الرب على يفتح، بدل تقال روح ربنا خلاص عرفنا النتيجة، لأن يفتح لوحده يتغلب، لكن بدل روح ربنا مع يفتح لا مش ممكن يتغلب. فعبر جلعاد ومنسة، دي المناطق اللي بينه وبين بني عمون، وعبر مصفات جلعاد، ومن مصفات جلعاد عبر إلى بني عمون. ونظر يفتاح نظرا للرب قائلا إن دفعت بني عمون ليدي، فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب وأصعده محرقا. كلام غريب جدا. ليه؟ لأنه محدش ندر زي كده قبل كده في الكتاب.